أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل هناك شروط في نقل الفتوى لمن أفتى في مسألة شرعية ونقلها إلى الآخرين؟ أول شيء يحال السائل إلى العلماء ولا ينتظر من ينقل له الفتوى، بل يذهب هو إلى العلماء أو يتصل بهم يسألهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن النقل يدخله ما يدخله من الخطأ ومن عدم التأكد، أو يكون الفتوى في غير هذه الحالة تنزل في غير حالتها، فلا تنقل الفتوى إلا عند الحاجة. إذا لم يوجد من يفتي ولا يمكن الاتصال بأهل العلم، إنك تذكر للمحتاج إني سمعت أو قرأت لفلان فتوى في كذا، إذا كانت تنطبق على حالة هذا الشخص. وأيضا لا بد أن يكون هذا المفتي ممن يوثق بعلمه ودينه. نعم.